بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ملكة الحيات لما سمعت قصة حليمة وحكاية أختها كريمة وما فعلته بهما ريمة أرادت أن تقطع اللجاج فقصدت إلى أبي فراج فجاء بقدر من الماء فإذا هما تريان جزيرة النسيان وكريمة في سجن الملك جولان وقبلت الملكة ياسمين أن تصاحب حليمة إلى وادي الأعشاب والنبات فأحضرت ثوب حية وجاءت بصينية وطارت معهما إلى هذا الوادي وبدأ أبو فراج يهمهم وينادي هو ده وادي الأعشاب والنبات؟ ده وادي الصرخات اللي يوصل لوادي الأعشاب والنباتات يا واسع الرحمات يا واسع الرحمات انتوا عارفين هتعملوا ايه دلوقتي؟ بالظبط وانت عارف هتعمل ايه؟ انا يا مولاتي عملت اللي اقدر عليه تقصدي ايه؟ انت دلوقتي تروح تجيب جوهرة التاج اللي خدتها ريمة وحليمة أنا دلوقتي لابسة ثوب الحية وهقعد في الصينية وتمشي ورايا هي وبالطريقة دي تقدر تخش حليمة الوادي البحر هاج والعالم أمواج بتلاطم أمواج والدنيا ما تديش محتاج فاطمة افتحها يا فاطمة ادخل يا عم مشكلة هي مش موجودة اللي اسمها ريمة خرجت اللئيمة الحمد لله طب يلا يلا يا فاطمة يلا ايه يا عم مشكاح يلا يلا ننفد بجلدنا انا ولا انت ملناش قعد هنا بتبكي على مين ولا على مين انا ببكي بدمع العين على اخواتي الاتنين دلوقتي الدور جه عليكي ما ترميش نفسك في النار برجليكي قومي بس سيب هدومي ريمة مخبية في أوضتها جوهرة كريمة ريمة؟ أيوة إحنا ندخل أوضتها وناخد الجوهرة ونسيب البلد دي ونبيعها ونبعد عن ريمة وحمليلها أنت بتعمل إيه؟ أنت هتكسر الباب تعالي 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 هي فين؟ هنا فين الجوهرة اللي هنا الجوهرة هنا هو هنا هنا بتخبيها يلا ما انتش لاقيها يمكن في حته تانيه بتخبيها او يمكن خدتها معاها انا متاكد انها هنا بتخبيها الجوهره 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 فين فين يا مشكاح فين يا مشكاح فين يا مشكاح مشكاح ريمة فاطيمة الله يا لهوي انت بتسرق الجوهرة فين هي جوهرة فين هي اوعى انت هي اوعى الجوهرة الجوهرة يا لهوي الجوهرة الجوهرة يمكن في حتة تانية شلتيها لا انا حطاها هنا بايديا مفيش غيرك اللي سرقتها الجوهرة الجوارة 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 خلت ريم هادي نهاية الجريمة تعيش شحاتة وتعيش لي شحات معاها وهي عندها اللي يغنيها دي أغمى عليها اتلوي عليها جرد المية فوقيها ولا أقولك سيبيها
حرام. لا ده انت تسيبي الحية وتقتليها. عم مشكاح عندك وادي جوهرة التاج. طب اديها الحليمة عشان تسلمها الكريمة. اتفضلي يا حليمة. وادي الصينية وانا لابسة ثوب الحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مولاتي انتي ليه وقفتي في الصينية؟ انت خايفة يا انسية؟ حتى اذا كنت خايفة وجودك جنبي بيطمني. طب يلا بينا. استنى انت يا ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. يلا بينا. اعتمدنا على ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أداوي من داء السكر.
حلوة دي. انت بقى نبات العرعر اللي بتداوي من داء السكر. كل نبات هتدوسي فوقيه هيقولك اسمه ايه وينفع في ايه. يلا. سبحانك يا قادر يا عظيم. ها. انا نبات حب الهان اداوي من داء الزهقان. حب الهان بتاع الزهقان. انت فاكره اسم النبات اللي ابو فراغ قالك عليه؟ ايوه ماما، كان اسمه نبات السردان. دلوقتي يظهر ويبان. يلا امشي امشي يا انسية. طيب همشي، كل دي اعشاب في الدنيا. يلا. انا نبات الرعرع اداوي من داء الصداع. انت نبات الرعرع بتاع الصداع. يلا بقى. طيب. يلا. شايفة؟ شايفة يا إنسية؟ يلا امشي امشي. همشي. أنا نبات السردان أداوي من داء السردان. أنا نبات السردان أداوي من داء السردان. أنا نبات السردان. خلاص شيلي رجلك من عليه عشان تسكديه وتقدري تاخديه. يلا بسرعة بسرعة يا إنسية بسرعة. يلا يلا على أبو فراج. يلا أبو فراج. أيوة يا أبو فراج. جبتي دواء الأمير كروان؟ أهو أهو نبات السردان. طبعا إذن الملكة ياسمين، أنا هاخد حليمة والنبات وأعمل منه دهان، وحخلي حليمة تتنكر في صورة طبيب. وتعالي الكروان؟ ابن ملك الجان. وخدت حليمة وأبو فراج نبات السردان وعملوا منه دهان، وتنكرت حليمة في هيئة طبيب إنسان. مولاي يا سلطان، مولاي يا سلطان، الأمير وردان حضر الآن. وردان؟ وردان؟ الحمد لله، الحمد لله إن الأمير رجع بالسلامة يا مولاي السلطان. أبويا. ابني. وحشتني يا أبويا. وردان، الحمد لله على السلامة يا وردان. إزيك يا أبويا؟ أهلا يا وردان. إزيك يا وزير؟ الحمد لله على السلامة يا أمير. فاطمة. وردان. بعد إذنك يا مولاي. إزيك؟ وحشتيني، وحشني كلامك. لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك قبل عظامك. يا سلام على معنى الكلام. حقيقة دي ولا أحلام؟ حقيقة وأحلام. أول مرة أحس من أيام طويلة والسعادة مدتها قليلة. الحمد لله على السلامة يا أمير وردان. خليك معانا شوية يا أمير. ملاه أحبابه يا وزير. لا مؤاخذة يا والدي، ما أنا هقعد وأحكي كتير. لا أنا عايز منك تقارير بكل تفاصيل الأحداث واللي عملته مع الناس. جاهز يا مولاي. خلاص ابقى سلمه للوزير، وفي الصباح يعقد الديوان ويعرض تقرير الأمير وردان، والآن تقام الاحتفالات احتفالا بعودة الأمير وردان اللي أنقذ مدينة التختروان وأنقذ أهلها من الخراب والأحزان. وأظن دلوقتي وحشتك حكايات فاطمة. وحشتني أكتر فاطمة. فاطمة ولا حكايتها أهو كل من ريحتها. ودلوقتي يا بنتي احكي لنا حكايتك لنهايتها. دلوقتي؟ أيوة يا بنتي. إحنا كنا وصلنا يا أمير وردان
لغاية لما حليمة جابت نبات السردان وعملت منه دهان وتنكرت في هيئة طبيب إنسان علشان تعالج الأمير كروان. الأمير العيان الخرسان بالظبط، اللي نصه حي ونصه حجر صوان. ودلوقتي يا مولاي هنكمل لنهاية الحكاية. ها والطبيب ده ما تعرفوش يا جنجان؟ ما نعرفوش يا ملك الجان. شيء عجيب، ازاي يجرأ طبيب وهو عارف انه اذا فشل في علاجه هيدفع الثمن حياته؟ نخليهم يا مولاي يطردوه؟ لا دخلوا، امرك يا ملك الجان. الطبيب يدخل الديوان بامر الملك جولان. السلام عليكم يا ملك الجان. وعليكم السلام. انت اللي جاي تداوي الامير كروان؟ بمشيئة الرحمن. انت عارف اذا فشلت هيحصل لك ايه؟ انا فاهم الاعلان وعارف اللي فيه. يا ابني انت شاب جميل وخسارة شبابك. انت مرتبط بإعلانك يا ابني، راجع نفسك. انا مرتبط بوعيدك ووعدك. ذنبك على جنبك يا كينجان. امرك يا ملك الجان. خدوه للامير كروان. تفضل يا سيدنا الطبيب. فرج ربنا قريب يا مجيب يا قريب. فرج ربنا قريب يا مجيب يا قريب. وهكذا دخلت حليمة على الأمير فإذا هو طريح كثير، فأخرجت من جعبتها الدهان الذي كونته من حب السردان وتقدمت إلى مولاي.